بشكرهم انهم تدعوني ويوفروا لنا الفرصه باش قدم تجربه بر الامان اللي هي وزاره الاعلام التونسيه تقولها في ساحه بر الامان. والفكره منها بر الامان انه شوفوا كيفاش نجموا كاعلاميين نقيموا السياسات العامه، كيفاش نجموا نحسنوا منها، وهذا يتم عبر ريبورتاج تاعنا عبر مثلا الحصه الاذاعيه. عنا سنتين اليوم نحتفلوا بالعيد ميلاد الثاني منذ اول بث اول حصه على امواج الاذاعه الوطنيه والاذاعه الجمعيتيه، واذا على موقع الانترنت news.bar.amn.tn وتنجموا تلقوا فيه مقالات، تلقوا فيه ديزانفوغرافي والعديد من الحوارات التلفزيه المباشره اللي نعملوها غالبا عبر فيسبوك لايف. نشكركم لتحتوية كلمة، وباش نبدا تجربة عشتها أنا وزميلتي شيماء بوهلال في أول صيفة. في أول صيفة متاع 2017 كانت عندنا تجربة مع وزير الإعلام التلفزية، ممكن بهالطرفة أو التجربة هذه باش يزيد يتوضح الفكرة من بر الأمان. التجربة هذه قلنا هنا احنا في الصيف ثم قليل متاع يعني وقتية صغيرة فقط شهرين ثلاثة، خلينا نقترحوا في هالفترة الحساسة ممكن تجربة متاع الصباحية يكون فيها فقرات ممكن إنوفانت جديدة و يكون فيها الديناميكية على صباح على قاعدة نتصوروا ونتسألوا شنو هو واحد يقوم في الصباح يحب يسمع. فاقترحنا عديد من الفقرات، اقترحنا مثلا فقرة اسمها خبر إيجابي. خبر إيجابي واضح شنو في قلب الأحيان، كل صباح نعملوا فيها بوفيت بريس وننشروها على الفيسبوك، صحيح باش تلقى خبر يفرح. قلنا ثم الأخبار اللي تفرح ونرجع عليهم يمكن نرجع عليهم نقاوم ويظهروا أكثر فأكثر. قلنا أخبار الجهاد، ثم الأخبار تاع الجهاد نسمعوا في غالب الأحيان اعتصامات نقص ماء بنية تحتية إتسترا، ولكن إذا كان ناخذوا قرار أو خبر ونشوفوا الإطار نتاعو ونفهموا التاريخ نتاعو وإلا خبر ممكن ما كانتش عنده فرصة باش يتنشر ولا يتعرف نتحدثوا عليه مع مراسل نتاع وسيلة الإعلام مهما كان الوسيلة هذه أنت حلو الفرصة. فقط ويب رادار طرحناها زادة في ويب رادار نشوفوا شوف هي شنية مواضيع الاهتمام للمواطنين التوانسة على مواقع التواصل الاجتماعي جوستومون، ويتم دراسة هذا بطريقة بيك داتا ونقارنوها بالروفيت بريس اللي قدموها زادة في البرنامج ونشوفوا كيفاش الفرق ما بين مواضيع الاهتمام والحوار بتاع العبيد على فيسبوك وشنو الجرائد على شنو الجرائد بتحدث. ثم بقى أخرى زادة ثم زوز فقرات أخيرة باش قدمهم أسرار الدولة أو خممنا نسميها الدولة العميقة بعد قناعي مش لازم. في غالب الأحيان إذا كان حواليكم ثم رئيس مدير عام بتاع معمل ولا بتاع شركة عمومية اللي خذ كهربا الرقم جوز كلام فاهمي وخذ كهربا الفرد في عائلته، الكهربا ديك قاعد يستعمل فيها تقريبا 400 ولا 500 إترا إيسانس في العام. كل قائد هذوما باز زملاء من اي واتش خرجوها الحكايه، ولكن في الحقيقه الاخبار كيف ما دايرت تنجم تلقاها في تقارير دايره المحاسبات ومعلومات متاحه. ثم العديد من طرف ما تفرحش برشا كيف من هكايا، والمهمه نتاعنا كصحفيين كانت ان نمشيو نخطف التقارير نخطف الراي الرسمي للجمهوريه التونسيه اللي فيه اكثر من اللي نتصوروا حاجات تاثر على حياتنا اليوميه. دونك هذه كانت الفكرة من فقرة أسرار الدولة. وأخيرا بحث اليوم، بحث اليوم هي صلة ما بين علم البحث الأكاديمي والصحافة، بحثين من بيوشيمي للتاريخ القرون الوسطى ولا حتى السوسيولوجيا ولا الفلاحة مهما كان نسألهم نفس الأسئلة، علاش أنتم باحثين؟ شنو لقيتوا؟ وين وصلتوا؟ كيفاش البحث نتاعكم باش ينفع المحيط نتاعكم والمجتمع نتاعكم؟ كما قلت لكم زاد اقترحنا انه مش نركزوا على البلديات نظرا انه الانتخابات كانت بعد 7 اشهر في شهر ديسمبر من جويليا لديسمبر 7-6 اشهر، ونشوفوا كيفاش المسائل والمشاكل اليوميه تنجم تترجم الى مسار مؤسساتي او احتجاجي بطريقه اخرى، كيفاش صوت الشارع يولي صوت انتخابي والعكس بالعكس. شنو كانت الاجابه؟ الاجابه كانت لا بالضبط. علاش؟ علاش سياسه عصبيه؟ فاش قام؟ شباب كيفكم؟ تلي شباب راهو تكنولوجيا، شباب نحبوها كجرافيتي ستريت ارت، نحبوا نخدموا كل شيء الا السياسه.
كان شوية إحباط بطبيعة الحال على خاطر هالنظرة هذه ما ردة الفعل هذه ما كناش ننتظروها. وتوجهنا بنفس الكونسيبت لشركائنا اللي هما الإذاعة الوطنية، فقررنا إنه نتعداو دونك تنزل إذاعة، رغم اللي الإذاعة ممكن صوتا فقط، ولكن كان يعني قبول من طرف الإدارة اللي نشكرهم. قمنا بتفعيل الكونسيبت الجديد هذا، والى حد الان معظم الفقرات اللي حكيت لكم عليهم تنجموا تسمعوها في الصباح على يوم سعيد، يقدموها زملائنا من فريق يوم سعيد اللي نحيوهم. هذه بالنسبه لي عينه كيفاش المؤسسه تنظر للشباب، اللي هي نجموا نشوفوها بطريقه ما نفس العلاقه اللي كنبداو نتحدثوا مثلا على المرأة أو المرأة الريفية أو الأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية، أو حتى نزيد نطلعوا لفوق ونشوفوا أكبر، كما نقولوا في فوا دو ديفلوبمون. في آخر المطاف كلها مسألة سلطة أو سيطرة، شكون اللي عنده السلطة باش يسمي؟ دول متقدمة تفترض إنه كل الدول باش تنسج على منوالها وباش تحاول توصل كيفها المرأة الريفية لازمها تولي كيف المرأة حضرة حضرية، والمرأة لازم هتولي كيف الراجل. ولأني عندي زملائي زميلاتي في تونس أكدوا قالوا زيد أكد على مبدأ السلطة، كيفاش في أول حوار مع شخص، يعني إذا كان مرأة صحفية تقوم حوار مع أي متدخل راجل ولا شاب، سؤال اللي ديما يرجع مدام ولا مدموزيل، الرابور بتاع السلطة اللي يجي وإلا يعيش بنيتي تعم فهمك اللي ديما موجود. ولهنا نوصلوا للشباب اللي لازم ديما نحط عليهم هو كشباب، نقولوا له لازم يوصل، لازم يكبر ويولي كيف ما شكون سماه شاب، نزلوا الطريق. انا مش بصح في ساعتي وقتي، خلي المجال للكبار بعد تولي انت تتخلى من تسميه الشباب. هذوما دونك نفس عموما الاشخاص اللي يجي يقول لك بعض الشباب عازف على الحياه سياسية. وفي آخر المطاف التسمية بحد ذاتها تظهرنا كأبستات لدخولهم في الشأن السياسي. أنا شخصيا الحمد لله عندي شوية شيب اللي يخلي العبيد ما يعرفوش وين يحطوني، ولكن الشيب عنده حدود بالأخص كي نوصلوا للكوير للأوراق. إيش معناه؟ لأن نحكي مثلا على السن الأدنى باش تولي نائب 23 سنة، باش تولي رئيس جمهورية 35، باش تدخل المحكمة الدستورية 70. وفي ما دامش عمر محدد في المحكمة الدستورية، ولكن ثم الخبرة في غالب الأحيان. وفي قمت بتابلو لهنا وين نقدر المينيموم، يعني الأج مينيموم باش تدخل للمحكمة الدستورية. سي نورمال كي خبرك انا جايها جوستومون. ثم اذا كان انت مثلا قاضي عدلي والا اداري، على الاقل لازمك 10 سنين. خلينا نقولوا انت 55 عليك، كمان في القرايه نتاعك سواء من فاكيسيون جوريديك ولا من لناو، وعملت 10 سنين نتاعك دونك باش تبدا تخدم في 35 سنه في اقصى حاجه. هذه هي بحق ثم معجزه. في بعض الأحيان إذا كان نشوفوا الأداب كان مثلا سمحوني في المجلس أعلى القضاء في المحكمة الدستورية أقل حاجة 50 سنة. لهنا نجم نتسائلوا على خاطر الغريب إنه نقبلوا باش إنه في تونس يكون ثم نائب عمره 23 سنة، وكان ثم نواب عمره 23 سنة اللي ساهموا في كتابة الدستور واللي صوتوا على قوانين كما قوانين المالية ولا قوانين الأساسية للمحكمة الدستورية، ولكن نرفضوا إنه شاب 23 سنة هو أول الدستور اللي كتبوه من دادو. تمام، ممكن لهنا شوية تضرب، وإلا حتى إذا كنا نتسائلوا على الهيئات المستقلة أو الدستورية الموجودة توا، مثلا هيئتنا في المعلومة، هيئة الحكومة الرشيدة مكافحة الفساد، كي تجي تشوف السلم نتاع الخبرة والسلم التقييمي، ثم 10 سنين خبرة. مثلا لهنا كي نجيو نشوفوا في حتى في المهن بتاع سواء كموظف عمومي ولا كصحفي ولا كمختص في الاعلام، يعني هل 10 سنين باش يبداو يحتسبوا لك هذيك توصل في مستوى صفر، وعلى قد ما تزيد عام مثل بعد ال 10 سنين هذوك يزيدوا لك النقاط 1 2 3. دونك
انا شخصيا ما عنديش 10 سنين في الخطر، انا مانيش مهتم بالترشح. من جهه اخرى نجي نتسائل هنا ونقول قداش اعمار مثلا الاشخاص اللي تقدموا في اللجان باش يقترحوا تنقيحات، يقترحوا افكار كسوسوا القانون الاساسي الميزانيه ولا قانون الجامعات المحليه ولا صحيح فما العديد من النظمات تقدمت، ولكن باش نذكر من هنا زملائي في مثلا البوصله ولا اي وجه اللي معدل الاعمار نتاعهم في الثلاثينات. واللي ما ثم صعيب يعني كيف اكسبسيون موجودين بالطبيعه، ولكن صعيب انه يكون منهم عندهم خبره نتاع 10 سنين. دونك ينجم هذا يظهر انه ايجابي انه المجتمع المدني فيه اعمار يعني معدل في العمر طايح، ولكن كي نتسائلوا شنو هو المعدل نتاع الاعمار في مراكز اخذ القرار في الاحزاب السياسيه في النقابات في المؤسسات نتاع الدوله. هذايا الكل سؤال التنكيري واحد اجابه شنيه، هذايا الكل يذكرني بندوه كانت منظمه نهار الاربعاء في معهد البحوث المغربيه المعاصره اللي كان اسمها جوستومون فوا دو لا رو فوا دي جون، واللي تقدموا فيها دي بوليتولوج اللي هم منيا بناني من جرايد بناني من الانستيتيو دي جو بوليتيك هيستوريك انترناسيونال في مدينه لوزان السويسريه، وشكري حمد اللي هو بوليتولوج زاد من باري دوفين. وكان الحوار بيناتهم جوستومون كيفاش صوت الشباب بعدين بفاي كيفاش يتعدى من الشارع الى مع نقطة استفهام، هل يتعدى أو كيفاش يتعدى من الشارع إلى التصويت وعموما المشاركة في الحياة السياسية. فمثلا شكري حمد في المنام قال إنه الكياس يتقص هو طريقة من المشاركة في الحياة السياسية رغم كل الآراء اللي نجموا من يعني التأثيرات السلبية بتاع الشيء هذاك، ولكن نجموا نحاولوا نقراه بطريقة أخرى. إذا كان وصلنا للكياس إنه يتقص، شنو الطرق الاخرى اللي ما كانتش متاحه ولكن مسدوده للاشخاص اللي هما باش يوصلوا صوتهم؟ من نجمو حتى نسالوا على كل المظاهرات او كل المنظمات اللي ماهيش داخله في وسط مؤسسات. حكينا على وينو التروتوار، وينو البترول اللي سمعنا عليه في خطاب 20 مارس، نجمو نحكي زاد على بالطبيعه مانيش مسامح، والعديد من حتى من الحركات الاخرى والجنسيات الاخرى الموجوده في مختلف الجهات نتاع الجمهوريه. لهنا باش نوفى نختم بسؤال اللي هو ملاحظه في حد ذاته، الوسائل الاعلام نشوفوا شبيبه بطيان، نشوفوا ثم العديد من الوسائل الجدد قاعدين يتخلقوا، ثم اسامينا، ثم موقع انحياز اللي هو يسمي روحه اعلام منحاز لمن هم تحت ووضح الموقف نتاعو، انتفاضه، نواه بالطبيعه، إذا تونس، هذوما الكل مواقع جدد. كي نجيو نشوفوا جوستومون شنو الموقع نتاعهم، انهم يحاولوا يجاوبوا ثم حاجه جايه منهم، يعني ثم صوت نحبوا نوصلوه ما سمعناهش في بلايص اخرين، ومن جهه اخرى ثم انتظارات من كافه المجتمع من عند العباد الكل لهالصوت المختلف هذايا. وكنا نشوف انه 7 سنين بعد 14 في 2011 قاعدين ثم ديناميكية في خلق وسائل إعلام جديدة اللي سميت بعض منهم، هذايا يثبت انه ثم حاجة لهنا نختم مع شنو قالوا سي جورجي، انه ثم ديناميكية قاعدة موجودة. وين باش تمشي؟ هذايا النقطة الحساسة اللي انا شخصيا يظهر لي لازم يكون ثم مجال اكبر في انه المؤسسات نتاعنا مش تعمل مزيه بتوفير موقع للشباب، على خاطر كما حكيت لكم المؤسسات هي تستحق للشباب ومش الشباب يستحق المؤسسات، على خاطر الشباب اونفيركون تلقى طرق اخرى، ولكن اذا كان شخص زاد في الطرق الاخرى موازية أو بعيدة أو متقاطعة في بعض الأحيان، نعرفش ما نجمش نتنبأ، ولكن ما نظنش إنه باش هالإحباط وإلا هالإكسكلوزيون اللي صايرة باش تنفع الطرفين. شكراً.